قصتنا اليوم نجوم زمان مع المعجبين. ومن بين جوابات المعجبين جواب من معجبة روت في قصتها مع الفنانة الكبيرة الجميلة شادية، مشيرة إلى أن هذه القصة وقعت قبل خطبها بعام، أي عام 1952، حيث كانت الفتاة تجلس مع الوالدة في كازينو بالجيزة، وفجأة وجدت كاميرات وعدد من الفنانين يدخلون الكازينو لتصوير مشهد سينمائي. وقالت المعجبة التي وقعت خطبها باسم آمال شاكر الروضة إنه كان من بين فريق العمل السينمائي شادية وكمال الشناوي، ودخل الفريق إلى مطعم الكازينو للتصوير. وأشارت المعجبة إلى أنها شاهدت الفنانة شادية وهي في طريقها للمائدة لتصوير المشهد. اشتبك إحدى المقاعد بالشراب الذي كانت ترتديه بالساق اليمنى فمزقه، فظهر على شادية علامات الغضب والحيرة. وقال إحدى العاملين بالفيلم إنه ممكن يذهب بالسيارة لشراء شراب جديد وأن يتم وقف التصوير حتى عودته. وأكدت المعجبة أنا أشفقت على الفنانة الكبيرة المحبوبة من هذه الحيرة بعد أن بدأ عليها الضيق، فاقتربت منها وعرضت عليها أن تعطيها الشراب الخاص بها مؤكدة أنه جديد. وتابعت القارئة في خطابها: كنت أظن أن الفنانة الجميلة ستعتذر لأن شرابي ليس من النوع الفاخر الذي تظهر به فنانة كبيرة، ولكنها قبلت الفكرة في تواضع شديد وشكرتني، فخلعت الشراب في إحدى الغرف الملحقة بالكازينو وأعطيته لها، وأعدته لي بعد انتهاء التصوير مع صورة جميلة أخرجتها من حقيبتها وكتبت لي عليها إهداء. وختمت المعجبة خطبها قائلة: أحتفظ بالصورة والشراب في صندوق صغير كتذكار عزيز من ممثلة أو مطربة أحبها. وقصتنا الثانية سمية جمال والثعبان. ومن بين هذه المواقف ما تعرضت له الفنانة سمية جمال وروته لمجلة الكواكب في عدد نادر صدر عام 1953. وقالت سمية جمال: كنت أرقص على إحدى المسارح في بيروت وكانت الصالة ممتلئة بالجمهور، وما إن ظهرت على المسرح حتى بدأ التصفيق وانحنيت احتراما لجمهوري وبدأت أرقص. وانتهت رقصتي الأولى وطلب الجمهور أن أعدها، وكان أشدهما إلحاحا رجل عجوز جاوز 50 من عمره وكان يجلس في الصف الأمامي. بدأت أرقص مرة أخرى وكانت دهشتي حين أخرج الرجل العجوز ناي وبدأ يعزف ويسفر به، فالتفت نحوه وأنا أبتسم وإذا بي أفاجئ بثعبان كبير يخرج من سلة يضعها الرجل إلى جواره. وأضافت سمية جمال: لمحت الثعبان وصرخت وهاجت الصالة واندفعوا للقبض على الرجل، وحين أتى البوليس تبين الأمر وأشارت إلى أنها عرفت السر بعد استجواب الرجل العجوز، حيث تبين أنه ساحر وأراد أن يدرب الثعبان على حركات الرقص التي تقوم بها سمية جمال، موضحة أن الرجل أكد للرجال البوليس أنه من أشد المعجبين بها، لذلك أراد أن يدرب الثعبان على نفس الموسيقى والحركات الراقصة. وفي عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1953 نشرت المجلة موضوعا بعنوان رأيناهم وتحدثنا إليهم، نشرت خلاله عدد من خطابات المعجبين يحكوا فيها مواقف وقعت بينهم وبين نجمهم المفضل، ظلت كذكريات لا ينسوها حتى وإن نساها النجم. وعرضت المجلة تفاصيل خطاب من معجبة موقعة باسم ليلى كلية الآداب، تحدثت خلاله صاحبة الخطاب عن موقف لا تنسى حدث لها قبل 3 سنوات، أي في عام 1950 حين ذهبت لزيارة صديقتها التي تسكن عمارة كبيرة. وقالت المعجبة الطالبة:
حدث عند انصرافي من منزل صديقتي أن توقف المصعد وأنا فيه في إحدى الطوابق. فتح الباب فدخلت فتاة رشيقة ترتدي جاكيت أخضر اللون وتغطي نصف وجهها الأسفل بشال أحمر وتضع يديها في جيوب الجاكيت، بينما ينزل المصعد توقف فجأة وحدث به عطل. وتابعت وقالت شعرت بالخوف بعد فترة من توقف المصعد وأخذت في الصياح، وسمعنا فريق من البوابين العمارة وذهبوا لأحضار عامل لإصلاح العطل. وغضبت الفتاة الحسناء وسقط منها الشال، فنظرت إلى وجهها لأجدها الفنانة الجميلة ليلى فوزي، وأوضحت المعجبة أنها نسيت خوفها حين رأت ليلى فوزي وأعربت عن إعجابها بها، وما أزال التوتر عن الفنانة فبدأت تتحدث مع الفتاة عن الأفلام حتى تم إصلاح العطل ونزل المصعد للطابق الأرضي. فصفحت ليلى فوزي المعجبة وقالت على وجهها ابتسامة يا ريت أشوفك في المصعد لما يتعطل المرة الجاية. وأضافت المعجبة خرجت ليلى فوزي من العمارة وركبت الفنانة سيارة سوداء كبيرة وعدت أنا إلى منزلي وأنا سعيدة فرحانة برؤية الفنانة المفضلة لدي وحادثها العزب، ونسيت ما أصابني من رعب بسبب عطل المصعد.